يعني كلامك يا دكتور يعني لا اصل احنا بتلتبس بكمل دي الاعذار مش قصدي يعني. وبتحاول تفهمنا. لا لا لا، انت ما بتدافعش لا عن المراه، ولكن لا لا بتفهمنا خالص، انا الطبيعه مش هو دي اللي النفسيه بيحصل. لده ولده. لكن نشوف بقى يعني اللي مش دارس القصه دي، او الرجاله المصريين عموما بيشوفوا الست او الزوجه ازاي. نزلنا صورنا كده وسمعنا اراء بعض الرجال في المراه في الزوجه، نتابعها مع حضراتكم. حتة نكاديه فعلا قد تكون نكاديه بطبعها فعلا، وتحتاج الى راجل نكدي عشان يتعامل معاها كويس بسبب ضغوط الحياه اللي موجوده، بسبب الشغل وظروف الحياه والاولاد، خاصه مع كبر السن ومع تقدم السن ومع تقدم الاولاد المشاكل بتزيد والاسترس بيزيد. هي بترجع للراجل نفسه برضه، كان مكفي بيته او على مش مكفي بيته. الزوجه مغلوبه على امرها، لان الست بدأ الراجل لازم طبعا بدأ يجري طبعا يشوف اكل عيشه ويبقى مسؤول عنها في المصاريف ولازم منه. فطبعا اذا كان الراجل كويس يراعي ربنا فيها هتبقى كويسه وعيشه تبقى حلوه. هو النكد اصلا مش من الزوج ولا من الزوجه، النكد اصلا من بعد عن ربنا. لو كل واحد عامل التاني بما يرضي الله مش هيبقى فيه نكد، لان دي سكن ليه وسكن ليها. فالموضوع مش موضوع مين ناكد ومين من ناكد. لا عمر الزوجه ما كانت نكديه، النكد احنا اللي بنعمله، لان اسلوب الحياه اللي حوالينا وضغوط الحياه هي اللي بتجيب النكد. طبيعي الزوجه النكديه موجوده في كل بيت في مصر، والمصري في العموم لو ما لقاش زوجه نكديه ممكن يطلق اللي معاه ويدور على زوجه نكديه علشان تبقى الحياه على طبيعتها. دماغهم صغير يعني، كل حاجه نكد نكد في البيت ما تعرفيش. حتى في الشغل، حتى الحريم او البنات في الشغل تلاقيهم دايما كده قافشين مع الرجاله على طول مش شايقينهم. انت مع المقوله اللي بتقول ان الزوجه نكديه؟ اه طبعا نكديه فعلا يعني، وربنا يسهل وخطيبتي ما تسمعش الموضوع ده. سمعته خلاص.